موسم جيد السنة هذه جدا جدا. هذا فتار هنا محصول للعائلات، وإنتاج الزيت كان هو المعيشة الوحيدة للمجتمعات في سنوات الفقر وسنوات الحاجة. كانت الزيتونة هي الأم، كانت الزيتونة أوراقها تستعمل لتربية الحيوانات، أغصانها للحطب، زيتها للأكل، كل ما في الزيتونة خير. فرحات شنو فرحات عصرتش منها 18 ل 20 يعني.